أهلا بكم. تم اليوم انتخاب القيادي الاتحادي لحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 12 من النظام الداخلي. وحصل المالكي على 198 صوتا من أصل 342 المعبر عنها، فيما بلغ عدد الورقات البيضاء 137 والملغات 7. تحضيرين لجميع الحيثيات والإكراهات والظروف التي تنعقد في هذه الجلسة، بمعنى استحضرنا بأنه الظروف السياسية اللي كتنعقد فيها ليست سليمة وليست طبيعية بعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية، بعد أخذ ورد مد وجزر، أنه كان مجمع من التجاذبات ومجمع من التناقضات ومجمع من الإكراهات التي تحكمت في هذه الظروفية. نحن اختارنا موقف ديال حزب الاستقلال ينسجم وقناعاتنا ومبادئنا، فلذلك نحن مستقلين في قراراتنا. اتخذنا القرار بعد تفكير طويل وعميق، استحضرنا فيها المصلحة الوطنية، استحضرنا فيها المعركة الإفريقية اللي كيقودها صاحب الجلالة واللي إن شاء الله سننجح فيها، استحضرنا فيها أنه لابد أن يتأكد العالم، ليست فقط صورة شكلية، لا، أن يتأكد العالم أنه عندما تتعلق الأمر بالقضية الوطنية وبمعاركنا الدولية وبالمشاريع التي يقودها صاحب الجلالة، أن هناك إجماع من طرف القوى الوطنية بغض النظر عن موقع هذه القوى أو تلك، بغض النظر عن موقع هذا الحزب أو ذاك.